الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الرحيم الرحمن الذي بلغنا وإياكم إدراك شهر رمضان فنسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا صيام رمضان أن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه ومن المكثرين فيه من تلاوة القرآن ويوفقنا وإياكم لشهود ليلة القدر ليلة الغفران وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان المان بالنعم اليسام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه حبيب الرحمن الذي جاء بالبشارة والقرآن الذي أنزل عليه القرآن في ليلة الغفران اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأكوان حبيب الرحمن الذي علمنا كل خير وحذرنا من كل شر وعرفنا فضل ليلة الغفران اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بخير الدنيا ونعيم الآخرة فخير زاد للإنسان يتخذه من هذه الدنيا الفانية هو زاد التقوى فمن أراد أن ينور قبره ويضيء رمسه بالنور فليلزم التقوى فإن الأتقياء هم سادات الأخرى فالزم التقوى فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه فالزم التقوى خصوصاً في شهر تزداد فيه حسنات المؤمن وتضاعف خصوصاً في سيد الشهور
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: لقد أظلكم شهر عظيم، من فعل فيه خصلة من الخير فكأنما أدى فريضة في غير رمضان، ومن أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة في غير رمضان. يعطى المؤمن في رمضان على النافلة ثواب الفريضة، وعلى الفريضة 70 فريضة في غير رمضان. ما أعظمها من تجارة مع الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى في شهر رمضان الذي أوله الرحمة وأوسطه الغفران وآخره عتق من النيران. فالله الله عباد الله في لزوم التقوى في السر والعلن وفي نظافة القلوب من الرجس والدرن، فإن القلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينظر لقلوب عباده، فكل قلب تواضع لله ورضي بقضاء الله ولم يحمل فيه حقدا ولا حسدا ولا غلا ولا بغضا ولا شحا ولا ضرا لأحد، ذاك قلب ينظر إليه العزيز الغفار. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر للعباد في شهر رمضان وينادي منادي رب العباد في كل ليلة من ليالي رمضان، ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فمن أراد أن يحمد الخير فليقصد الخير في جميع الأوقات، خصوصاً في الأيام الفاضلات، وخصوصاً في شهر رمضان الذي هو غنيمة المؤمن، ينبغي للمؤمن أن يغتنمه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما رمضان لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، لما فيه من الرحمات والبركات من رب البريات والعتق من النيران، ولما فيه من العطاء والغفران. فإنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة قبلها. الخصلة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم في أول ليلة من رمضان. الخصلة الثانية: ومن نظر إليه الرحمن لا يعذبه أبدا. فيتجهز العبد لنظرات الله، فإن كل ليلة ينادي فيها من مغربها إلى فجرها، أما في غير رمضان ففي وقت السحر ينادي منادي العزيز الغفار. فتغانموا أوقاتكم في شهر رمضان. والخصلة الثانية: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي عند لقائه، وقيل عند ملائكة الله سبحانه وتعالى. الخصلة الثالثة: أن الحيتان في البحر تستغفر للصوام لأنهم في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. الخصلة الرابعة: إن الله سبحانه وتعالى في كل يوم من رمضان يزين الجنان ويبشر الجنان بقدوم العباد الصالحون، ويقول:
يوشك عبادي الصالحون أن يوضع عنهم الأذى وينتقلوا من دار الفناء ويدخلوا جنة المولى سبحانه وتعالى. الخصلة الخامسة: إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله سبحانه وتعالى لجميع العباد. قال أصحاب النبي: هل هي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله. فالله الله عباد الله، حافظوا على الصيام وحافظوا عليه من الآثام المحبطات لأجل الصيام، فإن نظرة تذهب بشهوة تذهب عنك أجر الصيام. فانتبه يا راقد المقل، ولو نظرة في تي في أو في إنترنت أو في جوال، فإنك تتعب بالصيام وتترك الشراب والطعام ثم تفسد صيامك بخصلة أنت لم تملك نفسك وشهوتك فيها. فالنظر بشهوة ولو للزوجة في نهار رمضان مذهب لأجر الصيام. وانتبهوا من الغيبة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الحلال في نهار رمضان من طعام وشراب، فكيف نأتي الحرام من غيبة ونميمة؟ فقد كان هناك امرأتان تصومان النهار وتقومان الليل، لكنهما إذا أفطرتا جاءت إحداهما للأخرى ويقعان في أعراض الناس، أي بالغيبة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: اذهب بهذا القدح ومرهما فليجيئا. فجاء إلى الأولى فقدما عبيطا غليظا، ثم جاء إلى الثانية فقدما عبيطا غليظا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله من الغيبة والوقوع في أعراض الناس. فالله الله عباد الله، فاحفظوا صومكم من الوقوع في الزلات والمخالفات، وتغانموا أوقاتكم في شهر رمضان، في شهر الذي أنزل فيه القرآن، حولية نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، ليلة الغفران. فلهذا ينبغي لكل مؤمن أن يزيد ورده من تلاوة القرآن، فيجعل جل أوراده في تلاوة القرآن، كما كان عليه السلف الصالح المتبعين لسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رمضان كثير من أسباب الغفران، فلهذا المبعوث الذي لا يغفر له في رمضان فقد جيء بالمنبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما صعد الدرجة الأولى قال: آمين. فلما صعد الدرجة الثانية قال: آمين. فلما صعد الدرجة الثالثة قال: آمين. قالوا: يا رسول، بعدما خرج من المنبر وانتهى قال: يا رسول الله، لقد سمعنا منك لم نكن شيئا لم نكن نسمعه. فقال: نعم، عندما صعدت الدرجة الأولى جاءني جبريل يقول: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما صعدت الدرجة الثانية قال لي جبريل: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة. ف
فقلت آمين. فلما صعدت الدرجة الثالثة قال لي جبريل: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك؟ فقلت آمين، اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. فقد أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى فضائل رمضان، وعلمنا أن من أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب أبدا، ويغلق وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب أبدا. فتغانم ليالي رمضان وأيام رمضان وأوقات رمضان، فإنها ليالي الغفران وأوقات يتنزل فيها الرحيم الرحمن. فإن لله في كل ليلة من رمضان ألف ألف عتيق من النار، وفي آخر ليلة من رمضان يغفر الله مثل ما اعتق من أول الشهر إلى آخره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمة إدراك رمضان. وكم من إنسان مات قبل إدراك رمضان. فاسجدوا لله شكرا على نعم منه تترى. ومن أعظم النعم إدراك صيام شهر رمضان، فحافظوا على صيامكم من الآثام، وأكثر فيه من تلاوة القرآن. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه ونقذائه من النيران، ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منه وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منه وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فالله الله عباد الله، الزموا التقوى لتكونوا من الفائزين. فالتقوى غنيمة المؤمن في هذه الدنيا، فالزموا التقوى في الحياة إلى الممات، فإنها عنوان حسن الخاتمة. فمن لازم التقوى في حياته دليل على أنه يموت على حسن الخاتمة. وجددوا في توبة للعزيز الغفار في كل وقت وأوان، خصوصاً في أوقات الأسحار، فإنه ينادي منادي العزيز الغفار في بقية الأيام، إلا في رمضان ينادي منادي الحق في ليالي رمضان من مغربه كل ليلة إلى فجر كل ليلة، ينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. فالله الله عباد الله، فإن الخسران هو ضياع الأوقات الفاضلة. فالزموا التقوى في كل أوان، خصوصاً في ليالي رمضان وأيام رمضان، فتغانموا الأوقات، واحرصوا على طاعة الرحيم الرحمن، وأكثروا من الاستغفار للعزيز الغفار. فقد قال الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. وأكثر من الصلاة على الحبيب سيد الأبرار، سيدنا ومولانا محمد محبوب الرب سبحانه وتعالى، فإن الصلاة عليه ممحقة للسيئات، مجلبة للأرزاق والبركات في الأولاد والبنات. فمن أراد البركة في ماله وفي عياله فليكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف لا نكثر من الصلاة عليه وقد أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبراً وآمراً تكريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صاحب أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا ساداتنا ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بضعة مولانا الرسول، وعن أمها خديجة الفضلة محبوبة الرسول، من خصها الله بالسلام من فوق سبع سماوات، وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وارض اللهم عن سائر أزواج رسول الله، وعن سائر أصحاب رسول الله، وعن سائر أهل بيت رسول الله، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاحا للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاحا للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم اطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح هذه البلد إندونيسيا واليمن والحرمين الشريفين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، واحفظها من جميع البليات والزلازل والتسوناميات ومن كل المصائب، واجعلنا وإياهم في الحصن العظيم من جميع الأذيات، حرز المكين من الذنوب والخطيئات كلنا ولهم ما مضى، احفظنا فيما بقي وما هو آت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين لا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بعد الإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.